الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. بلغ إجمالي صادرات النفط الخام من 5 دول عربية إلى أمريكا وهي السعودية والعراق والإمارات وليبيا والكويت 16,430,000 برميل بقيمة 1,410,000,000 دولار خلال حزيران الماضي. وحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية، تصدرت السعودية قائمة الدول المصدرة للنفط، وجاء العراق ثانياً بصادرات 6,500,000 برميل وبقيمة 511,230,000 دولار، فيما بلغت قيمة صادرات أيار من العام الحالي نحو 6,460,000 برميل بقيمة 536,000 دولار. أعلن المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية عن تسيير نحو 100 رحلة إلى العراق لنقل الزوار خلال الأيام الماضية. وأوضح رضا نخوجاني أنه منذ 14 إلى 19 من شهر آب الجاري تم تسيير 71 رحلة جوية إلى مطار النجف و 27 رحلة إلى بغداد ورحلتين إلى البصرة، حيث تم نقل 16,752 زائرا، بالمقابل تم إرجاع 10,681 زائرا. أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع الدين الخارجي لمصر بمقدار 7,400,000,000 دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وتلقت الأوضاع المالية لمصر دعما في أواخر شهر شباط الماضي. وأشارت البيانات إلى أن الديون قصيرة الأجل سجلت نحو 54,300,000,000 دولار في نهاية آذار، في حين بلغت الديون طويلة الأجل نحو 106,300,000,000 دولار، وهو ما يتعارض مع النسبة التي ذكرها البنك المركزي المصري. ثبتت لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي التركي سعر الفائدة عند 50%، ولم يخرج قرار اللجنة عن توقعات الخبراء والمصرفيين بتثبيت سعر الفائدة من دون تغيير للشهر الخامس على التوالي. ويرى محللون أن واقع الاقتصاد التركي من تضخم وواقع إنتاج لم يسمح بعد بكسر سعر الفائدة وتخفيضها، رغم الضرورة في رأيهم على التجديد النقدي لتحقيق هدف تخفيض نسبة التضخم إلى 38% بعد أول تراجع لتضخم أسعار المستهلكين في تركيا من 71.60% في شهر حزيران إلى 61.78% في شهر تموز على أساس سنوي. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن. ختام الموجز إلى اللقاء.